الفيلم السينمائي اللي غادي نقدمه ان شاء الله الى لجنه الدعم في 5 سبتمبر باذن الله بعنوان الطير الحر لوازو ليبغ الطير الحر. هذا فيلم سينمائي كتابه مشتركه مع الصحفي والفنان رشيد زكي. هناك ايضا خروج ديال الكليب الجديد اللي شفتوه نتاع ملك بلادي اللي الان راه موجود. هناك كليب لمغنيه شابه اللي حقق هي ايضا من المواهب بغيتها ايضا تخرج للساحه الفنيه بعنوان الكونتور كيدور. المغنيه سميتها رشا، هي تنظن من المواهب اللي خاص الواحد ايضا يستمع لها ويشوف ايضا الموهبه ديالها. على مستوى التلفزيون ان شاء الله قريبا جدا غادي نشوف المفاجاه في على الاقل في القناه الثانيه والقناه الاولى ان شاء الله. شكرا. اخي سؤال، بالنسبه للكل كيعرف بان مهرجان ديال مراكش هو اللي كان يعني واجهه للسينما في المغرب، وكتعرف بان تم البيان ديال التعليق ديالو، شنو التعليق؟ خساره للسينما المغربيه، خساره ايضا لمراكش. لمهرجان كبير من هذا الحجم كانت واجهه كبيره جدا للسينما المغربيه، احتفال كبير جدا يحتفل به كل المغاربه بل يحتفل به العالم على واجهات متعدده، ولكن هذا العام السنه هذا لضروره معينه لغرض معين انا شخصيا لم اجد جوابا له، اقول فقط ان هذه خساره يجب فقط التفكير جليا والعوده ان شاء الله بقوه السنه القادمه بمهرجان مراكش، لانه فعلا يعتبر لبنه حقيقيه في تدعيم المهرجان والسينما والفيلم والمبدع المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.